شوية زيت، هنديها بصلاية، نديها كده بصلاية مكعبات، شكرا يا أستاذ طه. ماشي كده اهوت، نديها كده بصل ماشي مع شوية زيت الزيتون حطيناهم، بعد كده نبدأ نحط عندنا شوية سجق كده حلوين، نحمصهم كده مع البصل، نقطعهم طبعا مكعبات، ثوم، هجيب حوالي 3 فصوص كده ثوم شرايح، وبعد كده نقوم مدينا ايه شويه من البهارات زي ما حضراتكم كده شايفين، جامده قوي المبكبكه بالسجق دي، بحبها قوي قوي. فلفل الوان كده اهوت، ناخد شريحتين ولو اخضر بس شغال والله، يعني لو فلفل اخضر بس رومي هيشتغل معاك يبقى زي الفل، حته فلفل حامي كده اساسي، وناخد الباشا ده كله كده اهوت، نقوم فارمين مكعبات عشان هنبدا نحطها فين على السجق وهو شغال على النار. يلا بينا. تمام، وديها تقليبة كده حلوة، شكلها اصلا يفتح النفس بصراحة. بعد كده هي تعمل باللحمه اصلا ما بتاخدش فلفل الوان وكده، لا بكذا طريقه، فاهم ازاي؟ فبنعتذر للناس الاخوه اللي بيجي عشان ايه برضو ما يدعوش عليا وما يتضايقوش مني الا المبكبكه من التراث الليبي، ولكن احنا بنزود خضار، احنا هنا بنزود الديها خضار كتير، لكن هي اساسا بتتعمل هي صلصه وكركم وشويه لو هتتعمل بالمرق من غير قرديحي، صلصه طماطم وعصير طماطم وملح وفلفل، ويقوموا حاطين المكرونه وخلاص كده خلصت. لكن انا بزود خضار هنا، هقوم حاطط عندي معلقه كبيره من معجون الطماطم، على السجق، تمام جدا تمام، اقوم واخد عندي نص لتر كده عصير طماطم، واقوم واخد معاه مثلا شوربة مرق ولا اي حاجة، المية السخنة، سيبها عندي تستوي، ما بشوحش السجق كتير عشان ما ياخدش سوا كتير ويشد مني كده، تمام جدا الدنيا مظبوطه، بس لسه طبعا ايه شويه الملح هنظبطهم واسيبهم ياخدوا بقى الغلوه التمام، وبعد كده هنبدا نضيف عندنا الايه المكرونه اخر حاجه خالص. ماشي كده، هدي عليها بقى خلاص، او اسيبها تاخد غلوتين اتنين وبعد كده نشتغل. فبقى زي ما انتم شايفين حطينا زيت، حطينا البصلايه مفرومه، حطينا توم، حطينا السجق، بعد كده حطينا معلقتين اتنين من صلصه الطماطم، فلفل الوان طبعا قبل الصلصه، شوحنا الكلام ده كله مع بعضه، ادينا لها عصير طماطم وادينا لها
شويه الملح والفلفل وخدت قلبه كده جميله. نبدا ننزل عندنا المكرونه المقصوصه بتاعتنا قدام حضرتك اهي عليها، تمام، والملح بتاعها مظبوط وتمام جدا جدا. اديها بقى التقليبه كده اهوت، واقوم سايبها عندي تختم معايا لحد ما تبدا اللي هي تستوي وتظبط معايا الدنيا. المبكبكه بتبكبك اهي، سامعين الصوت؟ اه هي دي، هي دي بتسميها سميت المبكبكه عشان ايه البكبكه ديت. وربنا ما اعرف اذا كنت بهبد ولا بقول صح. ايوه بس هي اسمها تسمى بكبكه عشان كده اهي، ما هي فعلا بتبكبك اهي صح؟ سامعين الصوت؟ يا رب ما اكون بهبد يا رب. وبعدين احنا نحب اللي بين هلبة فايه. زعلوش مننا بقى، نقفل ونهدي النار عليها لحد ما تبدا اللي هي ايه تكمل التسويه. ناخد بقى المبكبكه بالسجق ديت. الله 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 الله، بسم الله ما شاء الله اهيت تمام. قدمها وبالف هنا وشفا.